مساء الخير لحضرتك وللجميع. أكيد كان لقاء فاشل تماما في مع الكيان الصهيوني، وخصوصا مع نتنياهو، بخصوص نقطة بسيطة جدا، أنه لن يقبل نتنياهو مطلقا أن يكون بايدن هو المنتصر في هذه المعركة. نتنياهو يقول أنني طالما أنا موجود فالحرب قائمة، لأنه خروجي أنا هو هزيمة نكراء للتاريخ السياسي. وبالتالي بلينكين بقدر ما أخذ موافقة أهم دول عربية، وهي دول أربع عربية شرق أوسطية لا تأثير في القرار السياسي العربي، ولكن لم يستطيع مطلقا أن يكون موفقا في قبول الطرف الآخر أو الكيان الصهيوني بالأحرى في وقف إطلاق النار، أو بخصوص موضوع العدد الكمي والنوعي للأسر الفلسطينيين داخل سجون الكيان الصهيوني. نعم، وأيضا أنه رغم التحذيرات الأممية والدولية من كارثة إنسانية إذا ما تم اجتياح مدينة رفح، ولكن بنيامين نتنياهو مصر على القيام بعملية عسكرية واجتياح هذه المدينة. برأيك لماذا هذا الإصرار من قبل نتنياهو وفي هذا التوقيت، خاصة أن المفاوضات ما زالت جارية في مصر؟ نتنياهو مقتنع تماما مع المجتمع الإسرائيلي أنه فشل تماما بالعملية العسكرية، لم ينجح في القضاء على حماس، لم ينجح في السيطرة على القرار العسكري الحمساوي، وبالتالي هو مقتنع تماما أنه ذهب إلى محكمة. ما هو الحل؟ الحل هو الدخول إلى مدينة رفح، هذه المدينة الصغيرة التي لا تتسع، معدل 50 كيلومتر مربع، عدد سكانها كان ما يقارب من 200 ألف، وأنا بالمناسبة من هذه المدينة العظيمة مدينة رفح. الآن مدينة رفح 1,250,000 1,200,000 1,300,000، يعني ليس بهذا التقدير الإحصاء الدقيق، ولكن المأساة أختي العزيزة أنه لو أخذ قرار الجيش الإسرائيلي في الهجوم على مدينة رفح هي مجزرة بكل معنى الكلمة، لأنه حقيقة لا يوجد أمام السكان أي متسع جغرافي للتحرك. وبالتالي هل هي خطة إبراهيمية للهروب إلى سيناء، أم مطلوب مجزرة تاريخية كالمجازر التاريخية اللي حصلت وخصوصا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. نتنياهو مقتنع تماما أنه لا انتصار له سواء في الشمال أو في غزة أو في الوسطى أو في خان يونس والآن إلى رفح، هو فقط يريد أن يقتل ولا يملك حقيقة مواجهة عسكرية مباشرة. ونحن نرى يوميا مدى نجاح الشباب في المواقع الميدانية. يعني حضرتك تقصد أنها محاولات لكسب الوقت فقط لدى نتنياهو. طيب، خطان متوازيان دكتور، أريد من حضرتك أن أتناقش معك يعني اليوم أن نشاهد خطان متوازيان الآن، خط دبلوماسي سياسي مفاوضات قائمة في مصر، وأيضا خط عسكري يتبناه بنيامين نتنياهو الإصرار بالقيام بعملية عسكرية في رفح. برأيك كيف يتم تأثير كل مسار على الآخر، وأي من المسارين أو هذين الخطين هو الأقرب اليوم؟ نصر عسكري يساوي نصر سياسي سيدتي، ما دام في نصر عسكري يعني في نصر سياسي. هو لا يوجد نصر عسكري، هو في تدمير لبنية تحتية لحجر لمدنيين أطفال وكليتكم شايفين العالم، ولكن هناك مفاوضات في مصر من أجل التهدئة أو إيقاف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين. يعني كيف سيؤثر هذا الخط على العملية العسكرية، أو كيف ستؤثر العملية العسكرية على الخط التفاوضي؟ يعني إذا هذا الإصرار من قبل نتنياهو، هل هو ربما للضغط على المفاوضين في القاهرة للمزيد من المكاسب، أو للضغط على حماس مزيد من التنازلات؟ سيدتي أكيد كلامك مظبوط، أنه هو مقتنع تماما أنه الضغط العسكري سيؤدي للإفراج عن الأسرى والمطالبة برأس السنوار، ولكن هذا لن يتم، لأنه حقيقة ما حدا بيعرف وين السنوار، ما حدا بيعرف وين قادة الحماس العسكريين. وبالتالي المفاوضات الآن في القاهرة إذا بدها توصل إلى مرحلة أين فلان وأين علان لن تنجح. إذا بدها توصل لمرحلة
ما فيها تأثير قرار سياسي رسمي أمريكي أوروبي بالضغط على نتنياهو بالموافقة على الاتفاق الموقع الآن ما بعد باريس، أعتقد هناك في جريمة مأساة كبيرة جدا في مدينة رفح. طيب أعود إلى الموقف الأمريكي، وخاصة التصريحات التي يعلنها في الآونة الأخيرة كثيرا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتحدث عن حل الدولتين كثيرا، وأيضا وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه مفرط وتجاوز الحد. برأيك هذا الحديث من جو بايدن، هل هو موجه فقط إلى الداخل الأمريكي؟ يعني هي ضمن حملة انتخابية فقط ومتعلقة بكسب أصوات العرب من الداخل الأمريكي، أم أن هناك محاولات جادة حقا لما يتحدث عنه بايدن بحل الدولتين؟ وقناة بايدن أنه فشل بايدن في النصر داخل غزة، وبالتالي بايدن اعتبر أنه الآن نتنياهو يريد القضاء عليه شخصيا مقابل قدوم ترامب. المعركة الحقيقية وهي أنه هل يستطيع نتنياهو أن يبقى في حالة استمرارية الحرب من أجل قدوم ترامب في نوفمبر أم لا. بايدن ما قام به حقيقة منذ 48 ساعة هو تحديد خطوط عريضة أمريكية للحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه يا نتنياهو كفى، عليك أن تقف الآن، عليك أن تنظر للعالم، العالم أجمع أصبح ضدك، حتى الدول الأوروبية، أقول لك حتى أحزاب اليمين. أنت انظر حضرتك لو سمحت إلى رئيس وزراء إيطاليا وهي من قمة اليمين المتطرف، أصبحت الآن تطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى و المساعدات الإنسانية لشعبنا وأهلنا في قطاع غزة. وبالتالي بايدن الآن لما أرسل هذه الرسالة هي رسالة معنية بأنه يا نتنياهو ما بعد اللقاء بينك وبين بلينكن والفشل في أنه أنت تقبل شروطي عليك أن تتحمل المسؤولية القادمة. أما موضوع الشارع الأمريكي والأصوات العربية هذه بدها كويشن مارك كبيرة حقيقة في النقاش فيها، لأنه الموضوع كتير أكبر من موضوع مليون ونص أو 2 مليون أو 5 مليون. طيب نقطة حضرتك ذكرتها في بداية الحديث وهي أن هناك مخطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء. في هذه النقطة أريد أن أسأل، يعني أنه ما الذي يمكن أن يحدث حتى تطبق هذه الخطة أو تنفذ هذه الخطة وتفتح مصر الحدود، لأنها حتى الآن هي رافضة لهذا الأمر تماما؟ أمامنا أمرين، وهو يعني نهاية النفق المظلم وعنق الزجاجة. لا يوجد أمام 1,200,000 فلسطيني الآن إذا بدت الحرب إلا الهجوم على الشريط الحدودي ما بين رفح فلسطين ورفح سيناء المصرية لتكسير هذا الشريط الحدودي والدخول إلى سيناء. لا يوجد مأوى، لا يوجد مأكل، لا يوجد ماء، لا يوجد خيم، لا يوجد أي شيء في عز دين فصل الشتاء إحنا. والآن تقوم الحرب، إذن حيضطروا يسحبوا حاله إلى سيناء. في سيناء حيضطرت النظام المصري والحكومة المصرية ومحافظة شمال سيناء بأنه يستقبلوا اللاجئين. يعني مش حيكون أمام غير هذا البعد الإنساني بين قوسين، بعد إنساني يعني 100 خط تحتي. أرجوك سيدتي الفاضلة أنه حنحط 100 خط تحت موضوع أنه نستقبلهم إنسانيا. طب يا أخي ليش ما استقبلتوهم سابقا؟ ليش ما استقبلتوهم الآن؟ أنتم الآن أمامكم أمرين. الأمر الأول ما أدعى الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بأنه إحنا بالنسبة لنا كإسرائيليين ليس لنا حكم على معبر رفح. وحضراتكم بكل الاحترام والتقدير بتقولوا إسرائيل السبب، اتفضلوا لو سمحتوا كمحافظة وحكومة افتحوا معبر رفح للسكان وأدخلوا المساعدات الإنسانية، وإلا إذا قامت المعركة داخل مدينة رفح لن يكون أمام هذا الشعب الغلبان المسكين المدني إلا الهجوم على الشريك الحدودي والدخول إلى منطقة سيناء. أشكرك جزيل الشكر لكل هذا التحليل والإيضاح من لندن، السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق ودكتور العلوم السياسية، شكرا جزيلا.